بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم حيسم شرف في كورس اكتشينج 2010. في الحلقه دي باذن الله هنتكلم على الاكتشينج مانجمنت كونسول والاكتشينج مانجمنت شيل والاكتشينج كنترول بانل. في اخر حلقه كنا عملنا سيت اب لل او تيبيكال انستليشن للاكتشينج على سيرفر عندنا اسمه EX01 اوكي، وكان نزل عليه البيزك رولز اللي هي كاس وهاب وميل بوكس. طبعا زي ما انتم عارفين ان احنا عاملين سيناريو الى حد ما حاليا صغير، واحنا ماشيين سور اوت ذا كورس هيقعد يوسع 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 بحيث نحاول نجرب كل الفيتشرز اللي هي متاحه في اكتشينج 2010. حاليا انا عندي تو ماشينز، واحد اسمها DC01 والتاني اسمها EX01. DC01 هي الاكتف دايركتري بتاعي وهي الجلوبال كاتالوج وهي الدي ان اس، وعندي EX1 دي ماشين نازل عليها البيزك رولز بتاعه الاكشينج 2010 الكاس والهاب والميل بوكس. طيب انا الحمد لله قدرت انزل الاكشينج 2010 في الانفايرمنت بتاعتي، وانا حاليا سمول بزنس يعني امكانياتي محدوده. طيب عايز بقى ابدا امانج الاكتشينج، همانجه باني اسلوب وباني طريقه وازاي، لوكال ولا ريموت ولا اني طريقه ممكنه ان انا تخليني اقدر اعمل مانجمنت للاكتشينج 2010. قال لك There are three ways to manage exchange. عندك ثلاث طرق انك تقدر تعمل مانجمنت للاكتشينج 2010 منهم. اول واحده الكونسول الطبيعي بتاع الاكتشينج، وده احنا بنسميه اكتشينج مانجمنت كونسول، وهو الصوره اللي على الشمال، وهنتكلم عليه باذن الله كمان شويه باستفاضه. وعندي طريقه ثانيه اللي هي في الصوره اللي تحت، الاكتشينج مانجمنت شيل. طبعا الناس اول ما بتسمع كلمه شيل او باور شيل على طول بيخافوا من كلمه ايه، الكودنج، وان انا ازاي اكتب كود وانا راجل بتاع مايكروسوفت ما اعرفش اكتب كود، ده انا راجل اي تي بروفيشنال ماليش دعوه خالص بالكودنج ده خالص. الدنيا سهله جدا، الاي ام اس سهل جدا، اللي هو شيل سهل جدا، اسلوب كتابته سهل جدا، ويعني هناخد عليه يعني كذا مثل اوكي، وهنشوف بيشتغل ازاي. عندي اخر طريقه اللي هي الاكتشينج كنترول بانل، ودي حصل فيها كميه انهانسمنت في الاس بي 1 بتاع الاكتشينج. ايه هي؟ ان انا ممكن اقدر امانج الاكتشينج ثرو ويب انترفيس، يعني ثرو البراوزر بتاعي، اخش عليه انترنالي او من اي سايبر او من اي اوتيل او من اي ستيشن واتيفر، انا ممكن اخش على الاكتشينج بتاعي كاني بفتح ميلي. ودي طريقه جديده لسه مستحدثه في اكتشينج 2010، وحصل عليها حبه تحديثات في السيرفيس باك 1 بتاع الاكتشينج اللي احنا شغالين بيها الحمد لله، فانت هتشوف اخر تحديث عليها. طيب تعالوا بقى معانا نشوف كل واحد فيهم على حده. اول حاجه نبدا بالاكتشينج مانجمنت كونسول، وانا في رايي ان ده اسهل كونسول في جميع منتجات مايكروسوفت. اولا سهل جدا، كونسول جميل جدا، خليك معايا فيه. بص الكونسول ده متقسم اربع اجزاء، الكونسول بان، الريزلت بان، الورك بان، الاكشن بان. يعني قدامك زي ما انت شايف كده انا كاتب على كل جزء فيهم الاسم بتاعه. الكونسول بان اللي انا هختار منه يعني الشيء اللي انا عايزه، او انا هشتغل في انهي حته بالظبط. اول لما ادوس عليه هيظهر لي الشيء اللي هو كورسبوند لاختياري في الريزلت بان، بناء عليه هيظهر لي اوبشنز في الورك بان
ممكن ابدا اختارها اطبق عليها اكشن من الاكشن بان. يبقى انا عندي 4 بانز بشتغل عليهم، 4 محاور بشتغل عليهم throughout the ايه the console كله. كونسول سهل جدا، كونسول لذيذ، كونسول ما فيهوش صعوبه، بالعكس ده هو لوجيكال جدا يعني. طيب تاني، يبقى انا هختار حاجه في الكونسول بان، نتيجه عليها يظهر لي حاجات في الريزلت بان، اختار على اثرها برضو هيظهر لي كذا حاجه ممكن اعمل لها كونفيجريشن في الورك بان، اطبق عليها الايه الاوبشن اللي في الاكشن بان. اوكي طيب، الكونسول ده كلمه السر بتاعته 3.5 حاجات، سهله جدا. تعال بص معايا كده في الايه في الكونسول بان، خد بالك كده ان هو متقسم 3.5 أجزاء، جزء على مستوى كل الاورجنايزيشن. احنا قلنا في اول حصه خالص كلمه اكتشينج اورجانيزيشن يعني ايه؟ يعني كل الاكتشينج بتاعي، ما يبقاش عندي حاجه اسمها اكتشينج سيرفر، لا بقى عندي حاجه اسمها اكتشينج اورجانيزيشن، هي مجموعه رولز بتكون لي في الاخر ايه اكتشينج، زي الميل بوكس، الكاس، الهب، الايج، اليو ام. ممكن يبقى عندي 5 كاس، 5 ميل بوكس، 5 هب اند سو اون، في الاخر دول كلهم انا بسميهم ايه اكتشينج اورجانيزيشن. طيب ابدا افكر ازاي في الكونسول، زي ما احنا قلنا هو متقسم 3.5 حاجات. اول حاجه، اول جزئيه هي ايه اورجانيزيشن كونفيجريشن. تعالى كده نجيب لون احمر، معلش هو رافض ان هو يعمل احمر، مش مشكله. طيب عندي اول جزء اسمه organization configuration، باينه قوي. يعني ايه؟ لو انت عايز تلعب في الجزء ده يبقى الشغل بتاعك هيسمع في كل الorganization، يعني كل الاكتشينج اورجانيزيشن هيحسوا بيه. طب بص تحتيه ايه؟ ميل بوكس، كاس، هب، يو ام. يعني انت قصدك لو انا عملت اوبشن في الميل بوكس ده اللي هي تحت الاورجانيزيشن كلها، يبقى هيسمع فين او هياثر على كل الميل بوكس سيرفرز اللي هي فين معايا في ايه كل الايه اورجانيزيشن. طب لو عملت على الكاس يبقى هياثر على كل الكاس سيرفرز اللي عندي في الاكتشينج، نفس القصه على الهب وعلى الايه اليو ام. يبقى انا كده بديهيا لما اجي افكر اعمل اوبشن على مستوى كل كاسز، كل ال هاب ترانسبورت سيرفرز، كل اليو ام سيرفرز، كل الميل بوكس سيرفرز، يبقى افكر فين؟ اطلع فوق في الاورجانيزيشن كونفيجريشن. الدنيا سهله. طيب لو انا عايز اعمل اوبشن معين على مستوى سيرفر معين عندي، نفترض ان هو سيرفر ميل بوكس، يبقى هعمل ايه؟ هخش في شريحه ثانيه اللي هي ايه السيرفر كونفيجريشن. لما اجي اعمل ميل بوكس هنا هلاقي ايه كل الميل بوكس سيرفرز اللي عندي، اقف على واحد فيهم وابدا اعمل ايه اظبط فيه. يبقى ثاني الجزء اللي فوق اللي هو اورجانيزيشن كونفيجريشن، اي اوبشن هنا اهو على مثلا الميل بوكس هيسمع فين؟ في كل الميل بوكس سيرفرز اللي عندي في ايه في كل الاكتشينج. انما هنا لا، لو انا عايز اظبط حاجه في ميل بوكس معين، ميل بوكس سيرفر معين، يبقى هروح فين؟ في سيرفر كونفيجريشن. يبقى دي كونفيجريشن على مستوى السيرفر بعينه، نفس القصه للكاس والهب والايه واليو ام. طيب تالت حاجه الريسيبيانت كونفيجريشن، اي حاجه خاصه بالريسيبيانت، الراجل هو المتلقي اللي انا اوريدي عامل له الاكتشينج. حلو، يعني هعمل لواحد ميل بوكس، هعمل مثلا ايه لمجموعه يوزرز يعني جروب ميل بوكس، هعمل كونتاكت عندي، هعمل موف
من بوكس من حته لحته. يبقى انا في الاخر بتعامل مع مين؟ بتعامل مع شريحه الريسيبينت اللي هو اصغر جزء المين بوكس بعينه. هعمل له موف، هعمل له مثلا ديسكونكت، اوكي، اللوكال موف، ريموت موف، اند سو اون. يبقى دي ثالث شريحه. يبقى انا كده وانا مغمض عيني حلو بقدر العب في الكونسول. لو انا هعمل فيتشر، هعمل اوبشن على مستوى كل الشركه، او اسف كل الاكشينج اورجانيزيشن، يبقى هطلع فين؟ في اول الجزئيه اللي هي ايه؟ اورجانيزيشن كونفيجريشن. لو انا هعمل اي حاجه على مستوى السيرفر بعينه، يبقى انا هروح لفين؟ للسيرفر كونفيجريشن. لو انا هتكلم على مستوى الريسيبينت، يبقى هروح فين؟ في الريسيبينت كونفيجريشن. امال ايه حكايه التول بوكس؟ التول بوكس دي بيديك تولز عشان تعمل ايه؟ مينتنس للاكشينج. يبقى باختصار زي ما قلت لك كلمه السر ثلاث حاجات ونص، هسالك فيهم كمان شويه وترجع تعدهم لي زي ما انا بقول لك عليهم. هم ثلاث حاجات ونص، هم دول كلمه يعني السر بتاعت الاي ام سي او الاكشينج مانجمنت كونسول. يبقى نرجع معلش نعيده تاني ونقول انا عندي الاكشينج مانجمنت كونسول مكون من اربعه بين، اربع اجزاء: الكونسول بين، الريزلت بين، الورك بين، الاكشن بين. حلو. طيب تاني حاجه، كلمه سر ثلاث حاجات ونص. لو انا هعمل اوبشن على مستوى كل الاورجنايزيشن، يبقى انا بكلم فين؟ يبقى انا شغلي كله في ايه؟ الجزئيه اللي فوق على الشمال اللي هي ايه؟ اورجنايزيشن كونفيجريشن. لو انا هعمل اوبشن على مستوى كل الميل بوكس سيرفرز، هروح للايه؟ ميل بوكس اللي تحتيها. لو على كل الكاس سيرفرز، يبقى انا هروح لايه؟ للكاس سيرفر اللي تحتيها، لو الهاب او اليو ام اند سو اون. طب لو انا عايز اعمل اوبشن على مستوى السيرفر بعينه، يبقى هروح لمين؟ للسيرفر كونفيجريشن، سواء من البوكس او كاس او الهاب او اليو ام اند سو اون. لو انا هتكلم على مستوى اقل شريحه، المين بوكس نفسه، هعمل لواحد من البوكس، هعمل لجروب من البوكس، هعمل كونتاكت، هعمل من اليوزر، هعمل موف لاي من بوكس من داتابيز لاي داتابيز، هعمل ايه؟ يبقى هروح فين؟ في الريسيبينت كونفيجريشن. لو انا هعمل مينتنس للاكشينج نفسه من خلال الكونسول بتاعه، يبقى هروح اعطوه وانا مغمض للايه؟ للتول بوكس. وهنشوف كل الكلام ده باستفاضه في الحلقه دي باذن الله. وفي كذا اوبشن تاني باذن الله هنشوفه طول ايه؟ طول ما احنا ماشيين. ويعني باذن الله يا رب هنلم كل الفيتشرز يعني ايه وكل الاوبشنز باذن الله طول ما احنا ماشيين. طيب يبقى انا عندي اربع اجزاء. لو اجي مثلا بعلم على ميل بوكس ده، هيروح فين؟ هيعلم على حاجه في ريزلت بان، هيعلم على حاجه في الورك بان، هيديني اكشن ممكن اعمله. طيب قبل ما اروح للشيل، معلش انا هروح على السيرفر بتاع الاكشينج واتفرج على احنا قلنا عليه. ادي السيرفر بتاع الاكشينج. طبعا لما اجي افتح الكونسول، باجي على اول بروجرامز مايكروسوفت اكشينج، عندي اول حاجه الاي ام سي والاي ام اس، انا فاتحهم اوريدي تحت، فانا هفتحهم من هنا. ادي الكونسول زي ما احنا قلنا مكون من اربع اجزاء: دي الكونسول بان، دي الريزلت بان، ده الورك بان، ده الاكشن بان. تعال نبص مثلا على مستوى الاورجانيزيشن، هعلم على المين بوكس، اوكي، هيظهر لي هنا ايه؟ حبه اوبشنز، ماشي. طيب هعمل ايه؟ هو بس هو لسه بيعمل ايه؟ تو تاسكس ان ايه؟ بروجريس، بيحمل بس بطيء سنه شويه، اوكي. طيب انا علمت على حاجه في الايه؟ في الكونسول بان، هيظهر لي عليها حاجه في الريزلت بان اهي، هعلم عليها، هيظهر لي حاجه في الورك بان ممكن اعمل لها اكشن في الاكشن بان، اوكي.
زي مثلا لما اجي مثلا ايه نفترض في الكاس فريزر بان هيظهر لي حاجه على اثرها ممكن استخدم اي حاجه في الايه في الاكشن بان. طيب زي ما احنا قلنا تاني معلش انا هعيد وازيد كلمه سر ثلاث حاجات ونص. اي كونفيجريشن باذن الله هتعمل على مستوى الاورجنايزيشن يبقى في الجزء ده، على مستوى السيرفر بعينه يبقى في الجزء ده، على مستوى الريسيفنت يبقى في الجزء ده، لو هعمل اي مينتنس يبقى انا بتكلم في الايه تول بوكس. هو كده ايه اي مينتنس هبص عليه، اي ترابل شوتنج يبقى في الجزء بتاع الايه التول بوكس. سهل جدا، الكونسول جميل، الكونسول من اسهل ال يعني من اسهل الكونسولز بتاعت منتجات مايكروسوفت كلها. كونسول سهل جدا، التعامل معاه سهل جدا، لوجيكال جدا. اوكي طيب تعال نروح لتاني حاجه اللي هي الناس كلها بتخاف منها اللي هي المانجمنت شيل. طيب الناس اول ما لما بيسمعوا كلمه مانجمنت شيل او باور شيل او كوماند لاين الناس بيجي لها حاله عصبيه. ليه؟ ان مايكروسوفت عودتنا طول عمرنا ان هي يعني ما تعرضكش لاي حاجه كوماند لاين خالص، بالعكس كل حاجه بتعمل بالجي اي او يعني بمعنى صح بالاي ام سي او بالاكشينج مانجمنت كونسول. في الاكشينج 2010 وطبعا يسبقوا 2007 لا الوضع مختلف خالص. ايه هي؟ مش كل حاجه تتعمل بالكونسول لكن كل حاجه تتعمل بالشيل. شفت بقى الكونسبت اتغير خالص، الكونسبت بقى مختلف خالص. زمان كان العكس، يقول لك كل حاجه تتعمل بالايه بالكونسول، لكن معلش في بس حبة حاجات كده صغيرة قوي تتعمل بالشل او بالكوماند لاين. دلوقتي لا، احنا اسفين، كل حاجة تتعمل بالمانجمنت شل وبش كل حاجة تتعمل بايه بالكونسول. طيب هتسألني سؤال، امتى استخدم الكونسول وامتى استخدم الشل؟ هقول لك استني 5 دقايق بعد لما اشرح الشل هقول لك امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده، او في نص السكه كده انا هاجي اقول لك ايه امتى استخدم الشيل وامتى استخدم الكونسول. طيب بص بيقول لك ايه، الاي ام اي ام اس از بيلت ابون باور شيل. لو انت خدت بالك من ضمن البري ريكويزيتس بتاعه الاكشينج 2010 انك تنزل الاي بي باور شيل فيرجن 2 صح؟ لو انت خدت بالك واحنا جايين نشرح السوفت وير ريكويرمنت قلت لك ايه؟ قلت لك عندك حلين، يا اما هتنزل اكشينج على ويندوز سيرفر 2008 اس بي 2 وده ساعتها انت هتنزل الباور شيل تعمل له داونلود وتعمل له ايه انستليشن على مكنه الايه اكشينج. انما لو انت عندك ويندوز سيرفر 2008 ار 2 هو باي ديفولت معاه نازل معاه باور شيل. طب حلو قوي، ده شيء جميل. طب تعال نبص عليه. طيب خد بالك اهي ده الويندوز باور شيل، الويندوز باور شيل. اوكي ممكن اجيبه منين تاني؟ اكسسوارز ويندوز باور شيل، ويندوز باور شيل، وده بينزل باي ديفولت مع الاكشينج اسف مع الويندوز 2008 ار 2، انا مش محتاج اعمل له انستليشن اند سو اون. ودي من مزايا ار 2. طيب لو انت فاكر برضو احنا ايه اتعاملنا معاه في حكايه اسمه ده ان انا انزل ايه البري ريكويزيتس ثرو التكنيك ايه بتاع مايكروسوفت
مش انا كنت بعمل ايه، انا كنت بعمل كوبي كود واروح للايه للويندوز باور شيل اعمل بيست، صح؟ هو ده الاي باور شيل. طيب باختصار الباور شيل از بوز ا كوماند لاين تول اند سكريبتنج ايه بلاتفورم، يعني هي تول ممكن اعمل بيها كوماند لاين وممكن اعمل ايه سكريبت يترن. طيب خد بالك بقى من المعلومه اللي جايه دي، سواء انت استخدمت الاكشينج مانجمنت كونسول، كونسول الجميل بتاعنا السهل، او الاكشينج مانجمنت شيل، اي اوبشن انا بعمله، اي خطوه انا بعملها اصلا بتترجم باور شيل. يعني بمعنى انا فرحان قوي، رحت فاتح كونسول عمل ايه رايت كليك نيو ميل بوكس، عامل ايه ميل بوكس عايز لمين، لاحمد بدر مثلا، اوكي 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 تك 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 تك. لا هو اصلا في الاصل هو مش فاهم ولا حركه خالص من اللي عملتها اللي هي ايه نيكست وماشي في ويزر. لا بالعكس، ده هو ترجمها لنفسه باور شيل، واخد بالك؟ هو نفسه ايه ترجمها ايه باور شيل. يبقى اصبح الاكشينج سواء انت استخدمت اول تول اللي هي الكونسول او الشيل، هو بيترجم الحاجتين لويندوز باور شيل وايه بينفذه. طب تعال اوريك الجزء اللي انا بقول لك عليه ده في الايه في الكونسول. هنروح للايه اكشينج ماشين اهي. نفترض انا جيت مثلا قلت عايز اعمل ايه ميل بوكس اي حد من زمايلي، قلت عايز اعمل نيو ميل بوكس، نفترض يوزر ميل بوكس، انا مش بشرح انا بعمل تيست، او انا بوريك لحد دلوقتي ايه فكره الباور شيل. نيكست انا ماشي في وسط جميل، اقول له الفيرست نيم ايمن محسن، ايمن دوت محسن ده هيلوجن بيه، الباسورد مايكروسوفت كومبلكس، اقول له نيكست، هتحطه في اني داتابيز، ممكن اختاره ممكن لا، كل ده يعني هنتكلم عليه ليتر اون. نيكست انا بقى فرحان ان انا ايه شغال كونسول وسهل جدا، هتعمل الاركايف مش عارف يعني ايه لكن هنشوف قدام شويه. نيكست ده السمري اللي انا عملته، انا عملت ايه يوزر ميل بوكس وتفاصيله اهو اللي فيرست نيم واللاست نيم والاليس اند سو اون وتري نيو. هو طبعا ما فهمش ولا كلمه خالص من انا عملتها، راح عامل ايه بص قدامك، قال لك والله انت عملت شغل عالي لكن انا مش فاهمه، انا بقى هترجم اللي انت عملته كله لايه لشل او الباور شل اهو. نيو داش ميل بوكس داش نيم ايمن محسن داش الياس ايمن محسن داش يو بي ان ايمن دوت محسن ات كذا كذا كذا. يبقى دي معناها سواء انا يعني اشتغلت كونسول اشتغلت شيل، هو بيطبق اي كوماند انا بعمله ايه باور شيل، اوكي. وهو ده الجديد في اكشينج 2007 واكشينج 2010، ان هو بيتعامل كل حاجه بالباور شيل. يبقى تاني المعلومه اللي انا عايزك تفهمها، اوكي انا هعمل فينش وهرجع تاني للسلايدز. حلو، قال لك اهو through باور شيل كوماندز يو كان مانج افري اسبيكت اوف اكشينج، ركز معايا في كلمه افري، whereas through the ام سي يو كان مانج اولموست افري اسبيكت اوف اكشينج. خد بالك من كلمة every وكلمة almost. every يعني كل حاجة تتعمل بالباور شيل، almost معظم الحاجات تتعمل بالايه بالاكشينج كونسول. فهو بيحاول يغير لك الكونسبت بتاع دماغك خالص خالص عشان تبدأ تتعامل بالايه بالكوماند لاين. وانا في رأيي ان هو سهل جدا، لو انت حبيت انك تعمل شيل سهل جدا جدا جدا، مش محتاج حاجه، هو عايز حبه خبره اوكي وحبه يعني ايه تدريب بسيط جدا، مش عايز يعني ايه شغل واو،
ويعني اوكي بص ليرنينج باور شيل از نوت ان اوبشن، ده مش اوبشن انك تعرف باور شيل، حلو ده ايه نيسيستي، انت لازم اتس ماست لازم تعرف باور شيل. عشان ايه؟ عشان كل شغلك بعد كده هيبقى ايه باور شيل. احفظ كده على طول في دماغك باور شيل افري اي ام سي اولموست، يبقى انا احسن لي اكسب مين؟ اكسب الباور شيل. اوكي وهتلاقي سهل جدا هينفعك في ايه في كل حاجتك، وفي حاجات مش هتعمل الا لازم باور شيل. اوكي طيب تعال نشوف الباور شيل عامل ازاي، او تعال ناخد يعني ايه بص الجزئيه دي ونروح بقى كده للايه لل لل ام اي ام اس الاكسشينج مانجمنت شيل. طيب بيقول لك while the MC allows you to make configuration changes to the organization or to individual servers ماشي، whether you run it locally on the exchange server themselves أو remotely. طيب في الاكسشينج 2007 انت ما كانش ينفع ترن حاجة بالباور شيل إلا لوكال على 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 نفس الماشين. يعني معناه ايه؟ هل انا كنت ممكن اخش ريموتلي واعمل كوماند بالباور شيل؟ لا ما ينفعش. 2010 ينفع لو انا داخل ريموت ينفع اخش اعمل كوماند بالباور شيل، حتى لو انا ما عنديش الايه الاكسشينج مانجمنت شيل ممكن اخش من اي ماشين عليها وينز باور شيل اقدر اكونكت على الاكسشينج واعمل اوردر او اعمل كوماند، فيما عدا الايج ترانسبورت سيرفر لازم اكون قاعد على المكنه دي لوكالي. يبقى تاني في اكسشينج 2007 اوكي ما كانش ينفع ان انا اشتغل ريموتلي باور شيل، كان لازم لو انا عايز اطبق او اعمل كوماند باور شيل اقعد على نفس المكنه لوكال واطبق ايه الباور شيل. 2010 الدنيا اختلفت، لا قال لك انت ممكن تعمل لوكال وريموت، يعني اروح على اي مكنه فيها وينز باور شيل وابدا ايه اكونكت على الاكسشينج سيرفر وابدا اعمل كوماند سواء قاعد لوكالي او قاعد ايه ريموتلي فيما عدا الايدج ترانسبورت سيرفر. طبعا هنتكلم على الجزئيه اللي هي تحت دي بعد لما اعرف الشيل بيتكلم ازاي. طب تعالى معايا كده للسلايد دي، سهله سهله سهله، وهي دي كلمه سر للاي باور شيل. طيب كلمه سر للباور شيل حرفين او اسف كلمتين، فيرب داش ناون يعني فعل داش اسم. واحد يقول لك يعني انت قصدك ايه في الاخر؟ يعني قال لك الكومن فيربس اللي هي جيت سيرش ست زبط لي ريموف شيل لي تيست اختبر لي انيبل اعمل لي انيبل لحاجه ديسيبل وقفها انستول نزل انستول شيل نيو جديد موف انقل. ده الفيرب داش الناون الاسم اللي انا عايز اعمله. بمعنى قال لك ان الاكسشينج مانجمنت شيل بيتكلم كلمتين فيرب داش ناون. طيب تعالوا معايا كده نروح للايه الاكسشينج مانجمنت شيل ونتكلم في ايه الجزئيه دي ونرجع للصفحه دي بعد ما احنا كنا ايه خدنا حبه خبره في الاكسشينج مانجمنت شيل، ويا رب تدعي لي بعديها وتقول ان ايه هاشم شرف علمني ازاي استخدم المانجمنت شيل، وباذن الله تبقى الدنيا سهله جدا عليك. اوكي تعالى معايا يلا نروح للاكسشينج ماشين اللي هي اكس 01 ادي كونسول. الناس طبعا ايه يقول لك طب ما تخلينا شويه، لا خليك هنا شويه ليه، تعالى بقى على الشيل ونبص عليه. طيب هفتح الشيل بص بيقول لك ايه ويلكم تو ذا مانجمنت تو ذا اكسشينج مانجمنت شيل فول ليست اوف كومنتس. لو عايز تجيب كل الكومنتس اكتب له get
داش كوماند. يعني لو انا عايز اعرف كل الكوماند اللي انا ممكن يعني ارنها على الاكشنج مانجمنت شيل اكتب له جيت داش كوماند. برضو خد بالك جيت دي فيرب، كوماند ده ناون، اقول له انتر. خد بالك كل دي الايه الكوماند اللي انا ممكن ارنها على ايه الشيل. خد بالك ان هي كلها ايه فيرب وناون. set system message، set dash service، set dash content، set dash contact، stop dash computer، start dash service، suspend dash queue. خد بالك ان دي كل الكوماندز اللي انا ممكن ارنها. ماشي. طيب get dash exchange command دي هي ايه؟ get dash exchange command ده هات لي بس ال exchange command اللي انا ممكن ارنها. خد بالك اللي فات ده كان ايه؟ get dash command هات لي كل ال commands اللي انا ممكن ارنها، لكن دي هات لي كل ال commands اللي خاصه بال exchange اللي انا ممكن ارنها في الايه؟ في management shell. اقول له انتر. تعالى معايا كده بص بقى هتلاقي الدنيا سهله جدا. ابديت فيرب بابليك فولدر ناون، تيست فيرب سندر اي دي ناون، سسبند داش مسج، سيت داش يوزر. خد بالك ريزيوم داش موف ريكويست، ريموف داش ترانسبورت رول، فيرب وناون. طيب تعالى بقى نلعب شويه بالشيل. طبعا زي ما قلت لك كلمه سر فيرب داش ناون. طيب لو انا عايز اسيرش قال لك ايه دي الكوماند فيرب. طبعا في حاجات ثانيه لكن هي دي كوماند. جيت سيرش، ست ظبط لي، ريموف شيل، تيست اختبر، انيبل طبق، ديسيبل الغي، انستول نزل، انستول شيل، نيو جديد، موف انقل. دي كلها الفيرب. طب تعالى بقى نلعب تاني. لو انا عايز اعرف اليوزرز اللي عندي في الايه في الاكشينج او في كل الشركه بقول له ايه؟ جيت داش يوزر. خد بالك جيت داش يوزر، جيت فيرب يوزر ناون. قال لك ايه؟ عندك يوزر اسمه ادمنستريتور، يوزر اسمه جيست، يوزر اسمه كذا، يوزر اسمه اسم شرف، يوزر اسمه ايمن محسن. طب لو انا جيت قلت له جيت داش ميل بوكس بكتبها بايدي اهو، هات لي جيت فيرب من البوكس ايه ناون، هات لي الميل بوكس اللي عندي في الشركه. بص الجمال جيت داش من البوكس. قال لك انت عندك اربعه ليهم من البوكسز اللي هم مين؟ ادمنستريتور وديسكفري سيرش من البوكس وهاسم شرف وايمن محسن. طيب ايه تاني؟ طب بص بقى انا عايز العب شويه، عايز اتعلم الشيل شويه. خد بالك انا لما جيت عملت قلت له جيت داش، لو انت بالتاب تمشي بالتاب بص يجيب لك كل الكومنز اللي تمشي مع جيت. طبعا ستارتنج بحرف الايه لحد ما اوصل لايه
لمثلا لام. في حل تاني، اكتب اول حرف ام هو يبدا يعمل سيرش في ايه، في الام. يبقى هو كمان عامل لك فيتشر اسمها ايه، اوتو كومبليت، عشان انت ايه ما تغلطش. ما انا مش كل مره هقعد اكتب ايه الكومنت، ممكن اغلط في كلمه ايه بابليك فولدر، اعمل السي قبل الاي او الاف قبل الاو، يعني انا ممكن ايه اغلط حلو في الحاجات دي. بص مثلا جيت ميل بوكس. طيب تعال نروح للاكتف دايركتري نلعب شويه. هعمل هنا مثلا OU، انا مثلا ممكن اسميها تيست. دي هحط مثلا فيها اليوزرز اللي عندي، يوزر مثلا هاني عبد الله، هاني باسورد كومبلكس مايكروسوفت، هعمل يوزر تاني اسمه تامر حصري، طبعا انا بستعين بأسماء شخصيات ليها مكانة عالية عندي وفي مجال الـ SIT طبعا ومن فتح مصر. في مشكلة في الباسورد بس معلش. اوكي طيب انا كده عملت او يو جواها 3 يوزرز. طيب بص بقى معلش هروح لل هفتح بس ده. خد بالك ممكن اعمل ايه، اقول له جيت اليوزر طبعا بالتاب همشي، ممكن اكتبها بايدي، هات لي اليوزر فيرب داش ناون. طب بص كده اعمل سبيس وحط داش وتعالى بالتاب هات لي اليوزر اللي في الاو يو. خد بالك ان دي ليبل اسمها ايه؟ الايو اسمها تيست. يبقى انا كده قلت له هات لي اليوزر او اليوزرز يعني بمعنى صح داش اللي في الايو اسمها تيست. انتر هيقول لك هاني عبد الله، تامر حصري، محمد حسن. طيب قال لك الاكشينج مانجمنت شيل ممكن يعمل حاجات كتير جدا. قال لك ده السيمبل كومنت اللي هو سيرش او موف، يعني ممكن اعمل كده ايه موف داتابيس باس مثلا، موف حاجه، موف ايتم، موف ادرس ليست من حته لحته. اوكي ممكن اعمل مثلا نيو ميل بوكس، نيو ميل بوكس داتابيز. دي الكومنز السيمبل. طب بص تعالى معايا نعمل حاجه حلوه قوي. هنعمل
نيو ميل بوكس. اوكي عامل ميل بوكس جديد، هقول له انتر. هيقول لي لمين لشخص اسمه ايه؟ هقول له لواحد اسمه احمد. الباسورد بتاعه اسمه ايه؟ اكتب الباسورد كومبلكس. اليوزر برنسبل نيم بتاعه احمد at hs.com كريته. شفت قد ايه سهل قوي تشيل؟ طب اروح ابص عليه او استنى شويه اعمل واحد تاني. بص ممكن اعمل بقى حاجه اكتر احترافيه، اقول له نيو ميل بوكس داش بالتاب، هيجيب لي كل الحاجات اللي تنفع مع الكوماند اسمه نيو داش ميل بوكس. اول حاجه انا عايز اسميه ايه الشخص ده؟ محتاج اروح لمين؟ النيم. هسميه ايه مثلا؟ عماد. عايز تحطه في انهي يوم؟ التست. ايه تاني؟ الفون بتاعه 012-219-7292. الباسورد هو ما اظنش هيقبلها لكن هنشوف. الاليس بتاعه ايه؟ عماد. اللاست نيم ايه؟ شرف. الفيرست نيم ايه؟ عماد. اقول له انتر. طبعا هو عشان الايه الباسورد غير مستحب يبقى فين في الشيل، فمعلش انا هشيل بس ايه الحته دي كده. انتر. قال لك الروم طبعا اسمه ده ثانية واحدة بس. طيب. انا حقيقي مش عارف ايه الروم دي، ده من بوكس عادي. ايه اللي سمعت اللاست نيم تيست الفون سبلاي فاليو فور ذا فولوينج بارامتر الروم روم ايه؟ انا اصلا مش عامل روم. خد بالك ان انا زي زيك في الايه باور شيل، لكن انا بجتهد شويه. انا ما عنديش اصلا روم انا اعملها. طب معلش ممكن بس اعيد الكوماند تاني، حاسس ان في حاجه. لو عملت كده اهو نيو ميل بوكس النيم عماد الاو يو اسمها تيست الباسورد كومبلكس
عماد at hs.com عمله. طب ايه حكاية الروم دي؟ طب معلش ممكن اعمل حاجة تانية، نيو ميل بوكس، النيم فؤاد، اليوزر برينسيبال نيم فؤاد at hs.com، الفيرست نيم فؤاد، اللاست نيم حمدي، الاو يو اسمها تيست، الباسورد. طب ما الدنيا شغاله اهي، ايه حكايه الروم دي؟ انت خد بقى يعني خد بس بالك انا عملت ايه. انا مشيت في كوماند نيو داش ميل بوكس، الفيرب داش ناون، ورحت عامل داش، رحت جايب التاب، جاب لي ايه اللي ينفع مع مين؟ ال النيو داش ميل بوكس كوماند. فقال لي النيم، رحت عامل فيل بايه؟ بفاليو فؤاد، رحت عامل داش بالتاب يوزر برنسبل نيم، قال لك هو اسمه ايه ات الدومين، قلت له فؤاد ات اتش اس دوت اي كوم. طب الفيرست نيم، وقعدت ماشي كده لحد لما انا ايه غذيته بالايه بالفاليوز عشان في الاخر يعمل لي ايه الكوماند. ده بالنسبه لنا احنا بنسميه السيمبل كوماند، الكوماند السهل قوي. طب تعالى بص ايه اللي حصل في الاكتيف دايركتري. تعالى نبص معايا كده، احنا كنا عملنا ايسينك احمد. بص معايا اللي احنا عملناه، عملنا مين؟ فؤاد وعماد واحمد، هتلاقيه هنا احمد اهو، هاخد اعمل له موف للتست. طيب هرجع تاني الاكتشينج، هقول له هات لي اليوزرز كل اليوزرز اللي عندي كام واحد؟ كتير اهو. طيب هات لي اليوزر اللي في الاو يو اسمها تيست. طبعا عماد عنده ميل بوكس، وفؤاد عنده ميل بوكس، واحمد عنده ميل بوكس. اوكي، لا فؤاد ما عندوش ميل بوكس، لا اسف صح، احمد وعماد وفؤاد دول عندهم ميل بوكس، انما هاني وتامر وايه محمد ما عندهمش ميل بوكس. طب لو جيت قلت له جيت ميل بوكس، هات لي الناس اللي عندها ميل بوكس بس، يفترض ان هاني وتامر ومحمد مش هيطلعوا، اللي في الاو يو اللي اسمها تيست. زي ما قلت لك اهو، احمد وعماد وفؤاد بس هم اللي عندهم ايه ميل بوكس. طيب بص، في حاله ان انا هستخدم الشل، بستخدم الشل للريبيتيتيف تاسكس، يعني للحاجات اللي هي هتتكرر ما ينفعش استخدم فيها الكونسول. خد بالك انا اللي انا فاتح ايه الاكتشينج مانجمنت كونسول في الخلفيه عشان شويه كده ايه، وهبدا اقارن بين ايه الشل وبين ايه الكونسول. طب نفترض ان انا عايز اعمل ميل بوكس لمين؟ لهاني وتامر ومحمد. في الكونسول هعمل ايه؟ راح جاي كده اقول له انا عايز اعمل ميل بوكس جديد لمين؟ ليوزر. اقول له اه اليوزر، هو يوزر جديد ولا اوريدي موجود؟ اقول لا هو اوريدي موجود. اد هو مين؟ هيبص في الايه، هيسيرش في الانتاير فورست. اوكي، هيلاقي مين؟ هاني. اقول له اوكي، نيكست next new، هيعمل لي ايه؟ طب تعالى نقول له new،
طبعا حتى الكونسول ما يعرفش يعني ايه جي او اي. بص قال لك انيبل داش من البوكس اسمه ايه الشخص؟ هاني، الالياس هاني، يعني هو ترجم الكومند اللي انا عامله باور شيل. طب تعالى نعمل مين؟ تعالى نعمل تامر. بص تعالى معايا اقول له انيبل ميل بوكس اسمه ايه؟ تامر. خدت بالك؟ انيبل يعني هو اوريدي موجود عندي اليوزر، اعمل له بس ميل بوكس الفيرب والناون داش ايدنتي هو اسمه ايه؟ قلت له تامر، عمل له ايه؟ ميل بوكس. اوكي طيب جيت يوزر هات لي اليوزر اللي في الاو يو اللي اسمها تيست. هيقول لي مين يفترض؟ بقيلي واحد بس اسمه محمد، او اسف ده كل اليوزرز. خد بالك ان هو ايه اليوزر ده مين؟ محمد، ده يوزر ما عندوش ميل بوكس. طيب لو عايز اعمل له ميل بوكس هقول له ايه؟ انيبل ميل بوكس لمين؟ للشخص. خد بالك ان انا ايه كل ده بالتاب لاسمه ايه؟ محمد. طب لو جيت قلت لك إيه انا عايز الغي، عايز الغي الميل بوكس اللي اسمه بتاع احمد، هعمل ايه؟ ديسيبل ميل بوكس بتاع احمد. بيقول لك ار يو شور؟ اقول له ياس اي ام شور. طب عايز نفس القصة هعمل ديسيبل الميل بوكس بتاع مين؟ بتاع تامر. Are you sure؟ I am sure. طب ده كده واحد واحد. طب لو انا بقى عايز الغي كل الناس اللي فين؟ كل الناس اللي هم ليهم ميل بوكس فالاو يو اسمها تيست، عايز الغي لهم الميل بوكس بتاعهم، او على العكس لو هم ما لهمش ميل بوكس اعمل لهم ايه؟ ميل بوكس. في الحاله دي احنا بنعمل حاجه اسمها بايبلينج، يعني بعمل اكتر من كوماند في وقت واحد. يعني اجي اقول له ايه مثلا؟ جيت هات لي الميل بوكس بتاع الناس اللي في الاويو اللي اسمها تيست، ده السيمبل كوماند العادي. مين هم؟ عماد وفؤاد وهاني ومحمد. الناس دي ليها ميل بوكس في الاويو اسمها ايه؟ تيست. طيب لو عايز الغي لهم الميل بوكس ده اشيله خالص، يبقى نفس الكوماند وهزود عليه حاجه اسمها بايبلينج، يعني امر تاني. العلامه دي معناها ان في كوماند تاني جاي، يعني ايه معناها؟ ان انا ايه طبق لي الاول الكوماند ده وبناء عليه طبق لي الكوماند الجاي، او الكوماند الجاي ده هيطبق بناء على الكوماند اللي قبله. اعمل ايه بعد لما اجيب السيرش ده او اجيب الناس دي؟ اعمل ديسيبل ميل بوكس، يعني دي معناها ان انا ايه هات لي الناس او هات لي الميل بوكسز بتاعت الناس اللي هي في الاويو اسمها تيست، وبعد لما تجيبها ده اسمه بايبلينج، يعني معناها ان في كومنت تاني جاي، اعمل لهم ديسيبل للميل بوكس بتاعها. اقول له اوكي، يقول لي ار يو شور؟ اه ام شور.
بص بقى، جت من البوكس للناس اللي هم في الاويو اللي اسمها ايه؟ تيست. يا ريت والله ما عندناش. طب اعكسها بقى، جت يوزر، هات لي اليوزر اللي في الاويو اللي اسمها تيست، احمد وعماد وفؤاد وكلهم يوزرز. بص بقى اعمل زي بايب لاين، ده اول كوماند بناء عليه العلامه اللي هي فوق الزر بتاع الانتر. اسف معلش انا عملتها غلط. العلامه دي اللي هي شرطين فوق بعض دي معناها ان في كوماند جاي، اعمل لهم ايه؟ انيبل ميل بوكس، اعمل لهم ميل بوكس انتر. يبقى امتى استخدم الشيل وامتى استخدم الجي اي؟ لو انا هشتغل مع حاجه انديفيديوال اوبشن اوبشن، او هعمل حاجه حاجه تاسك تاسك، يبقى على طول يعني ايه ما افكرش، اروح ناحيه مين؟ ناحيه الاكشينج مانجمنت كونسول. انما انا لو انا هعمل حاجه ريبيتيتف هتتكرر، تاسك هيتكرر. يعني بص مثلا، بص الحركه دي، نفترض ان انت ما عندكش او مثلا انت ايه كالتالي كده، جيت نزلت الايه اكشينج ورحت كريت يوزرز في الاكتف دايركتري، كام يوزر؟ 100 يوزر، 200 يوزر، زي ما انت عايز. هل انا هعدي على واحد فيهم اعمل له ميل بوكس ثرو المانجمنت كونسول؟ لا طبعا. ممكن اعمل ايه؟ اجي اعمل حاجه حلوه جدا، اقول له جيت اليوزر اللي فين في كل شركه، اقول له انتر، هجيب لي ايه؟ ال 200 واحد. اقول له بايب لينك انيبل ميل بوكس، يعني اعمل لهم ايه ميل بوكس؟ يبقى انا ممكن بكوماند لاين واحد بس اكريت كل الميل بوكسز اللي عندي ايه في الشركه، الناس اللي كل اليوزرز اللي عندي في الشركه اكريت لهم ايه ميل بوكسز. طبعا اعجاز. يبقى المانجمنت شيل انا بعيد تاني، هو بيستخدم للريبيتيتيف تاسكس. ممكن كمان اقول له ايه انيبل ميل بوكس، لكن فين؟ اعمل لي ميل بوكس ليهم في الداتابيز اللي اسمها ميل بوكس داتابيز. ده انا كمان ممكن يعني اعمل انا عايزه ده، انا ممكن كمان اعمل بايب لينك ثالث، هات لي الكوماند الاولاني بالكرايتيريا الثانيه وطبق عليه الاكشن الثالث. يبقى احنا كده خدنا اكتر من طريقه اشتغل بيها للشيل، السيمبل كومنت اوكي والبايبلينج كومنت. تعالى برضو نلعب تاني، وخلي بالك طول ما احنا ماشيين انا احاول ايه اشغل ايدك في الشيل، يعني كل حاجه ممكن تتعمل حلو. وهنشوف برضو باذن الله في الحلقه بتاعت اللي هي الحلقه الجايه او اللي بعديها اللي هي ايه الريسيبينت، حلو، هنحاول نعمل كل حاجه جي اي ونجري بسرعه نعملها بايه بالشل عشان ايدينا ايه تمشي. اوكي طيب عايز برضو اوريك حاجه. نفترض انت مثلا ايه كيف في الشل وبرضو لسه ستيل مش ايه متمكن، طب هتعمل ايه؟ بص مثلا حاجه اعمل ايه نيو ميل بوكس، احنا اتفقنا على ايه اتفاق اوعى نخالفه، الاتفاق اللي احنا قلنا عليه اللي هو سواء انا اشتغلت بالكونسول اشتغلت بالمانجمنت شيل في الاخر الشغل ده كله بيترجم ايه باور شيل ويروح يتطبق عن طريق الايه الباور شيل في الايه في الاكشينج. طيب
انا هعمل يوزر جديد او هعمل ميل بوكس اليوزر جديد. تعالى مثلا نقول له نيو يوزر اسمه ايه؟ محمد. اللاست نيم ده شرف. اللوجن نيم محمد دوت شرف. الباسورد باسورد نيكست الياس محمد شرف. اركايف لا اوكي ده السمري. النيو انت مش ملاحظ حاجه كده غريبه مش عجباني في الصفحه دي؟ تو كوبي ذا كونتنت اوف ذيس بيج بريس كنترول بلس اي بلس اي سي. طب انا هكوبي اني كونتنت؟ قال لك مش انت كده كده كل الجي اي بتحول شيل؟ يعني انت قصدك ان انا ممكن اكوبي الكوماند ده واشتغل بيه في الشيل؟ قال لك اه. يعني ادوس كنترول سي. انا دوست حاليا كنترول سي. طيب هقول له فينش. الكوماند ده بيكريت لي ايه؟ من بوكس جديد. اوكي هقول له فينش. هاجي على اي تكست دوكيمنت هقول له ايه؟ نيو داش ميل بوكس. هقول له ايه؟ بيست. انا مش شايف كويس. هقول له وورد راب عشان اجيبهم تحت بعض. الكوماند ده هو ده اللي بايه؟ بيكريت لي ايه؟ ميل بوكس. طب هشيل الحاجات اللي مالهاش لازمه. وهشيل الجزء تحت ده. حلو. الكوماند ده باختصار هو اللي عمل لي ايه؟ ميل بوكس. طب انا مش حابب خالص ايه؟ الشيل. انا مش حابب الشيل. طب هعمل ايه؟ الكوماند ده بالنسبه لي انا هعمل له سيف. اقفل. جه اتطلب منك انك تعمل ميل بوكس لواحد جديد. جاي لك واحد جديد راجل شيك جدا اسمه حمدي. قال بعد اذنك انا موظف عندك في شركه جديد و باذن الله هستلم يوم 1/7 الجاي. فمعلش بعد اذنك اعمل لي ايه؟ ميل بوكس. فانت ايه حبيت ايه؟ تتفزدك شويه. قلت له طب ده استنى 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 ده انا هعمل لك بالشل. ممكن اعمل ايه؟ كالتالي افتح الشل نيو داش ميل بوكس النيم حمدي الفيرست نيم حمدي اللاست نيم جاد اليوزر برنسبال نيم حمدي ات اتش اس دوت كوم. ممكن طبعا احط له بقى ايه هو في داتا بيز ايه والديسبلاي نيم ايه اللي هيظهر للناس. اوكي وديسكفري طبعا حاجات كتيره جدا هبص عليها واقول له ايه انتر. هيقول لي بس معلش دخله الايه باسورد. ادي الباسورد. حلو. طب لو واحد مش عارف يعمل كده يعني انا قعدت اتعلم فيه وهو برضو مش حابب اليه الشل اعمل ايه؟ طيب هكلير بس. انا بقى هعمل له ايه؟ هسيب له ايه؟ فايل تكست كده هقول له لما يجي لك واحد حلو شيل محمد شرف ده كلمة محمد شرف دي واحط حمدي مكانها. فاجي اقول له ايه؟ يجي له مثلا واحد اسمه مثلا سامح فوزي نفترض. حلو؟ يقول له طب استنى استنى انا هعمل لك ايه؟ يقول لك ريبليس محمد دوت شرف في التكست دي بمين؟ بسامح. بسامح خلاص. ريبليس اول. يبقى نيو داش من البوكس النيم ايه؟ محمد شرف. هو ليه ما غيرش ده؟ سامح. الالياس سامح. اليوزر برنسبال نيم سامح دوت كوم. السام اكونت سامح.
الفيرست نيم خليه سامح، انيشلز مفيش، اللاست نيم خليه فوزي، معلش الباسورد ما بتشتغلش في التكست معلش اشيلها، ريسيت باسورد لوجن ات نيكست لوجن، اقول له لا. اوكي طيب اقول له سيف، اجي على الكوماند ده اخده كوبي واروح فين؟ الاكشينج الشيل، اقول له بيست. في حاجه غلط، في حاجه غلط. ايه هي؟ انه خد ربع الكوماند باين كوبي، معلش ده خد جزء من الكوماند جزء لا، معلش اعمل كلير. في ايه؟ ماله هو مش عايز ياخد دي كوماند كله؟ سامح، وفي جزء مقطوع ولا ايه؟ برنسبال نيم، سامح طب معلش انا بس انا هضطر اعيده شويه. نيو ميل بوكس الياس سامح، اليو بي ان سامح، انيشلز صح كده اهو اشتغل عادي. نيو ميل بوكس داش النيم بتاعه سامح، الالياس سامح، اليو بي ان سامح، اد هنا ناقص كاما داش سامح اكونت سامح، الفيرست نيم سامح، انيشال مفيش، اللاست نيم فوزي، ست باسورد انتر، الباسورد كريت سامح. شفت الدنيا سهله ازاي؟ يبقى انا ممكن ما بقاش حافظ شيل كويس او مش اشتغل كويس، او انا ممكن مثلا اجي اعمل مثلا كومبلكس كوماند. يعني احنا خدنا اللي هو سيمبل كوماند وخدنا اللي هو بايب لينك، ممكن يبقى عندي كوماند كومبلكس جدا، في بقى كوتش مارك وفي ما اعرفش ايه وفي 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 وفي، وصعب جدا ان انا اقعد اشرحه لك. طب ما انا اخده كوبي وبيست واحطه في تكست فايل واغير بس في الفاليوز واروح اعمله بيست فين؟ في الباور شيل. يبقى انا كده حافظ اي واحد جديد عندي جاي عايز اعملهم ميل بوكس. حلو، هعمل هروح بس معدل في الايه؟ في الـ في التكست، بدل سامح اخليه حسن. اوكي، وريبليس اول هيغير لي سامح بحسن، واجي اعمل كوبي وبيست واروح للشيل اعمل بيست. اوكي، نرجع للسلايد. اظن احنا خدنا كده خلفيه محترمه شويه. حلو، ايه هو الكوماندلتس اللي يبقى انا في الاخر بتكلم كلمتين verb dash noun structure؟ يبقى عشان اعمل command لازم تبقى verb الاول، الverb يا get يا set يا remove يا test يا disable يا enable يا new يا move and so on. زي مثلا get service، حلو تعالى مثلا نبص عليها، او مثلا ده كان حاجه مثلا get من البوكس statistics، تعالى نبص عليها، تعالى في الاكشينج get من البوكس statistics.
فين هي statistics الانيمال بوكس لهيسة. ده هو اصلا لسه ما. طيب هات لي الميل بوكس ايدنتي مثلا لسامح. لازم طبعا هو بس يعمل ايه لوجن الاول. اول لما يعمل لوجن ممكن ابدا ايه بستخدم ممكن مين اقول لك انا حاجه حلوه قوي الادمنستريتور بحيث ان انا عملت بيه لوجن هيجيب لي تفاصيله. خد بالك قال لك ايه؟ قال لك the user has logged on to the mailbox فاوريدي ما فيش اصلا داتا. بص قال لك الراجل ده عنده كم ايتم؟ 7 في الميل بوكس بتاعه وهو بلو ليميت يعني لسه ايه ما عندش ليميت ماشي. واخر مره عمل لوجن يوم 28/6/2011 الساعه كذا and so on. اوكي okay. ايه تاني مثلا؟ ممكن مثلا اعمل بص دي مثلا جت ايش هنعمل كلير جت الميل بوكس الناس دي كلها عندها ايه ميل بوكس الناس دي كلها الميل بوكس بتاعهم سايز انليميتد. طب بص دي لو انا عايز اخليه بس 500 ميجا هعمل ايه؟ هقول له جت الميل بوكس للناس اللي في الاويو اللي اسمها ايه؟ تيست. كلمة ان انا اسيرش وبعد كده اطبق عليهم حاجة يبقى انا كده يبقى اتكلم في اتنين كوماند يبقى ايه؟ بايبلينج. يبقى بايبلينج اقول له ايه؟ ست ميل بوكس. ظبط لي الميل بوكس بتاعهم داش بقى انا ايه هو هنا بريب سند كوتا الكوتا بتاعته انليميتد يبقى انا عايزه بريب سند كوتا 500 ميجا. يعني معناها ان انا ايه بعد اذنك هات لي كل الناس اللي عندها ميل بوكس اللي في الاويو اسمها تيست وست ظبط لي الميل بوكس بتاعهم يبقى الكوتا بتاعتهم بدل انليميتد خليها ايه 500 ميجا. قول له انتر شوف بكوماند واحد ظبط الدنيا مش محتاج اعدي على واحد واحد واقول له ايه انت مش انليمتد انت 500 ميجا انت مش انليمتد. لو انا هفكر اعمله بال اي ام سي بالمانجمنت كونسول يعني حلو يعني هاخد لي 4-5 ساعات بس بالشل هي ايه وانس كوماند كوماند واحد وشكرا. بص بقى لما اجي اعمل ايه؟ اقول له جيت ميل بوكس بص يقول لك ان ايه؟ الناس اللي هم في تيست حلو اهم بص هتشوفهم جيت ميل بوكس للناس اللي هم في الاويو اللي اسمها تيست. بص الجمال احمد وعماد وفؤاد وهاني دول كلهم ايه؟ 500 ميجا. يبقى انا لازم اعرف حاجه مهمه جدا 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 امتى السؤال اللي انا قلت لك عليه مهم جدا امتى استخدم المانجمنت كونسول امتى استخدم المانجمنت شيل. لو انا حديل مع انديفيدوال تاسك حكايه ميل بوكس واحد هظبط ميل بوكس واحد هعمل اوبشن معين يبقى انا بتكلم فين بتكلم في الكونسول.
لو انا هعمل ريبيتيتيف كاست تاسك، يعني هعمل تاسك هيتكرر على اكتر من واحد، اوبشن هعمله على كل الناس. اوكي يعني يجي مثلا يقول لك ايه، مثلا قلت شركه انا مش عايز حد خالص يخش ثرو ال او مثلا يجي إيه مثلا واحد ايه مثلا مديرك يقول لك انا عايز الغي ان كل الناس يخشوا يفتحوا الميل بوكس بتاعهم عن طريق الويب. دي معناها ان انا ايه اعدي على واحد واحد في الاوبشن بتاعه واقول له ايه ديسيبل ان هو يخش قوه، ديسيبل ان هو يخش قوه. لا انا ممكن اعمل ايه، اقول له كده جيت ميل بوكس حلو بتاع كل الناس اسف بايب لينك سيت كاس من البوكس القوة. لا ما خلاش انيبل، اخليها فولس يعني سيبل. شوف طيب تعالى مثلا نبص عليها، تعالى نبص عليها. روح مثلا لو جيت قلت لك ايه اعمل لي ديسيبل مش عايز ال 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 الاخ اللي اسمه هيثم ده يكونكت على الميل بوكس بتاعه عن طريق الويب اكسس. اوكي يبقى انا هضطر اعمل ايه، هاجي على الميل بوكس فيتشر على واحد واحد او على هيثم وبدا انيبل اخليها ديسيبل صح. اول ما اقول لك لو هيثم لوحده اقول لك ماشي ديسيبل وخلاص. طب لو جيت قلت لك كل الناس، لو انا هنا عندي 2000 يوزر هعدي على واحد واحد؟ لا ده صعب جدا. يبقى انا محتاج استخدم ايه الشل. بص هنا مثلا ايمن محسن ده انيبل، مثلا وهاني ده انيبل. طب بص بقى بالكوماند هعمل ايه، هات لي الميل بوكسز اللي هي في الاو يو اللي اسمها ايه تيست بايب لينك، ظبط الكاس ميل بوكس بتاعهم الجزء الخاص بالكاس الكلاينت اكسس القوه انيبل. لا خليها ايه فولس يعني سيبل انتر. شكرا. اروح ابص على هيثم، محتاج بس اعمل ريفرش. عظيم. والله احنا عملناها صح، جايز هو لسه مش حاسس بيها. طيب معلش نبص تاني. اهي ديسيبلد وعند ايمن محسن، هو حاسس بناس وناس لا. انا بس اعمل حبة ريفرش. هيثم لسه ما حدش بيها. طب انا هعيد الامر تاني. خلاص هو اوريدي عمله، هم لسه بس ايه مش حاسين بيها، عايزين بس سنه ريفرش. انا بس هرفرش. هروح اشمعنى طبقه على هاني؟ معلش ده بس هزار مع الفيرشوال. هيثم شرف انيبل
بس موضوع بس ايه ريفرش. طيب انا هعملها باسلوب تاني. انا هانيبل الناس دي، يعني قلت هاني كده، هاني بقى انيبل، هي محسن بقى انيبل. بدل ترو اخليها فولس. والله هو صح يبقى دي ديسيبل، معرفش ليه هو مش راضي يعملها، جايز يعملها عند حد فيهم. هو قافش على هاني، يعملها على هاني ده شيء عظيم يعني. ده هو عملها لوحده على ايه، على واحد بس والباقي. طب الناس دي عملها على محمد حسن، هو بينقي ناس وناس. ده بس عملها على تامر حصري، عملها على، يفترض على كل الناس. انا هقبل بالوضع الحالي، هو بس محتاج حبه ايه ريفرش فقط لا غير. اوكي هرجع اعملها انيبل عشان لما اجي اشتغل بعد كده بالقوه اقول له ترو. شفت بكومنت صغير انا ممكن اظبط كل حاجه في اكستشينج. ماشي، يبقى انا كده خدنا وجبه دسمه شويه حلوه. يعني ايه مانجمنت شيل ويعني ايه كونسول؟ معلش اسمح لي بعد اذنك هرجع تاني للاكستشينج مانجمنت كونسول. الكونسول مكون من اربع اجزاء، فور بانز: الكونسول بان، الريزلت بان، الورك بان، الاكشن بان. هو كلمه سر زي ما احنا قلناها ثلاث اجزاء ونص او ثلاث حتت ونص. اي شغل هعمله على مستوى كل الاورجانيزيشن هروح فين؟ للاورجانيزيشن كونفيجريشن. اي شغل هعمله على مستوى السيرفر بعينه هروح للسيرفر كونفيجريشن. اي شغل هعمله على مستوى الريسيبيانت هروح لمين؟ الريسيبيانت كونفيجريشن. اي مينتنس هروح على طول للايه؟ تول بوكس وانا مغمض. الشيل قال لك ان سواء انت اشتغلت مانجمنت شيل او مانجمنت كونسول، اي تاسك انت بتعمله بترجم ايه؟ باور شيل. وباي ديفولت ويندوز 2008 R2 بينزل معاه باي ديفولت الاي باور شيل. اوكي وقال لك برضو ان كل حاجه تتعمل بالشيل ومش كل حاجه تتعمل بايه؟ بالكونسول. خد بالك من كلمه افري وكلمه ايه؟ اولموست. طبعا قلنا في اكشينج 2007 كنت ممكن اعمل اي امر بال باور شيل لكن على السيرفر نفسه لوكالي، ما اقدرش اريموت السيرفر واعمل ايه اي كوماند شيل. قال لك في 2010 حصل حبه انهانسمنت، قال لك لا انت ممكن تشتغل لوكال وريموت فيما عدا السيرفر بتاع مين؟ بتاع الايدج ترانسبورت سيرفر، عشان ده اصلا بيبقى في ايه؟ اوكي جروب. طيب عرفنا ان المانجمنت شيل بيكون من كلمتين فيرب داش ناون. اوكي وعندك كومن فيربس كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا لو انت عايز تبص على كل الحاجات دي اكتب له بس ايه؟ اكتب له جيت داش اي اكس كوماند. احنا ايه كتبناه في الاول هيجيب لك كل الايه؟ الاكشينج كوماند. برضه اوريها لك اهو، جيت اسف جيت اكس كوماند كل حاجه ابديت وتستو. طيب انا عايز اوريك حاجه هتنفعك حلو، عشان ما تجيش ايه تسالني في يوم من الايام تقول لي انت ايه نسيت تقول لنا حاجه، حاجه مهمه جدا. وهيقول لك طب ارجع لايه؟ تساله يعني ايه؟ قال لك لو انا عايز اعمل
كومنت مش عارف اكمل فيه ايه، مش هنا في هيلب؟ اقول له اه. طب اظهر ازاي الهيلب؟ قال لك الهيلب برضو هيلب بيتجاب فيرب وناون. يعني ايه فيرب وناون؟ يعني مثلا دلوقتي انا عايز نفترض افتراض جدلي، انا عايز اكريت ميل بوكس عن طريق الايه المانجمنت شيل، اعمل ايه؟ طب انا مش عارف، انا كل اللي عارفه ان انا هكتب له ايه نيو داش ميل بوكس. طب بعد كده اعمل ايه؟ مش عارف. طب خلاص، طب ما انا ممكن اجيب الهلب عن الكوماند ده، اقول له جيت هات لي الهلب عن الكوماند اسمه ايه نيو داش ميل بوكس، هات لي الهلب برضو فيرب وناون عن الكوماند اسمه ايه ميل بوكس، اقول له انتر. بص بقى جمال الاكشينج دلوقتي، هتلاقي تفصيله جميله جميله. يعني طبعا انا عارف ان انا طولت شويه عليكم، لكن كنت انا محتاج الم الشيل كويس. بص طبعا انت حاسس ان الكلام ده كتير جدا، حلو. طيب بص مثلا نيو داش ميل بوكس، ممكن استخدم بعديها ايه داش نيم، هل طب ايه تاني ممكن؟ ممكن اقول له داش او يو، ممكن اقول له ايه تاني؟ اعمل اركايف، اعمل الشخص ده اركايف. طب الاركايف داتابيز ايه هي؟ طب الاليس بتاعه ايه؟ طب الفيرست نيم بتاعه ايه؟ طب ال ايه تاني مثلا؟ الباسورد بتاعه ايه؟ اوكي okay. دي في الاخر كلها ايه؟ كلها ليبلز انا بملاها بايه؟ بفاليوز او بايه اتريبيوتس انا بايه بغذيها بفاليوز، اوكي okay. عشان في الاخر اقدر اعمل الكومنت. حتى طب بص هنا كده في الاخر يجي يقول لك ايه، لو عايز اكزامبل اكتب له جيت داش هيلب نيو ميل بوكس داش اكزامبلز. بص اكزامبل 1، بص بقى جمال، قال لك الكوماند ده ايه اسمه نيو داش ميل بوكس، بستخدمه في ايه؟ بستخدمه عشان اعمل كرييت ليوزر في الاكتيف دايركتوري وميل بوكس ليه في الاكشينج داش انيبل. حلو، اتكلم عليه شويه على الاي باسورد، ماشي نيو داش ميل بوكس داش يوزر برنسبال نيم اسمه كريس ات كونتوس دوت كوم، الالياس كريس، الداتابيز ميل بوكس داتابيز 1، النيم كريس، الاو يو يوزرز، الباسورد كذا، ال 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 فيرست نيم كذا، اللاست نيم كذا، الديسبلاي نيم كذا، مش عارف ايه كذا. فمديك هو امثله كتيره جدا عشان انت تقدر ايه تعمل زيها. اوكي فده بشكل بسيط لما تيجي تسال، اسال الهلب، شوف الكومنت اللي انت عايزه. يعني مثلا دلوقتي انا مثلا عايز اعمل ايه موف اي حاجه، موف ادرس ليست مثلا. طب بعديها ايه؟ ما انا مش عارف. ممكن اقول له هنا بقى كده جيت داش هيلب، هات لي الهيلب بتاع الكلام ده، يقول لك التفاصيل هي الكوماند ده بتستخدمه في ايه، انك بتعمل موف لنيو كونتينر واستخدمه ازاي، اوكي بعديه في كذا والتارجت كذا عن سؤون، وتعرف حبه تفاصيل. ولو عايز برضو اكزامبل هو ممكن يديك اكزامبل، تقول له examples يديك example 1،
يقول لك نيو موف كذا 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 التارجت بتاعها اند سو اون. اوكي اعتقد بكده ان احنا لمينا الشل. وخلي بالك طول ما انا ماشي اي حاجه انا هعملها يعني ايه جي اي قدامك اوكي برضو هرجع اعملها كوماند عشان ايه ايدك تمشي عليها ونحاول نعمل الصعب. الجي اي سهل لكن انا عايز اعوي ايدك على مين؟ على المانجمنت شيل. اوكي ارجع تاني بس للسلايدز. انا جايب لك كذا صوره كده اوكي دي اللي احنا عملناها الجت اكس كوماند ماشي ده الجت ميل بوكس او يو سيلز يعني كذا حاجه ماشي. طيب دي حاجه لذيذه احنا ممكن ايه نجربها اللي هي انا ممكن اعمل بلك امبورت حلو. طيب ركز معايا كده بسم الله الرحمن الرحيم. كان في واحد عمل اسلوب معين كده عمل سكريبت انك ممكن تضيف لحد 300 يوزر عندك في الاكتف دايركتري ثرو سكريبت معين انا جبته لكم عشان ايه تبصوا عليه اوكي. وايسيك انا حطيته في الاكشينج سينك ان احنا حطيناه في الاكشينج اهو كرييت يوزر سكريبت هعمل له اكستراكت اهو هو تو فايلز دول حطهم على طول على السي يوزر تولز اوكي خد بالك دي اليوزرز اللي عندي شوف كم يوزر حوالي 300 وي او 400 الجيفن نيم عائشة اللاست نيم بحاري السام اكونت نيم عائشة دوت بحاري ديسبلاي نيم عائشة بحاري الباسورد باسورد 1 اوكي. طيب وده تعال نبص عليه ده سكريبت مين اللي عمله؟ عمله واحد اسمه اندي جروجن ولو انت عايز تعمل له داونلود هتلاقيه على سايت اسمه www.telnetport25.com اوكي هتلاقي هو يعني شرح جميل جدا ماشي. بص هو بيقول لك ايه قال لك انا هعمل امبورت للفايل ده وهعمل او يو اسمها اكشينج يوزرز في الاكتف دايركتري هعمل امبورت لكل الناس اللي جوه اوكي بس فتعالى نجرب ونشوف اوكي هروح للباور شيل عشان برضو تبقى عارف انا عايز اعمل ايه انا عايز اعمل امبورت لكل اليوزرز دول عندي في اسمه ده في الاكتف دايركتري وبعد كده استخدم الشيل ان انا ايه اعمل لهم كلهم ميل بوكس في ثانيه. طيب بص معايا اروح للباور شيل هروح
لل دايركتري اللي عليه ال السكريبت كان اسمه يوزر تولز اي ثينك. ايوه لما اقول له داير هلك ان هو جواه ايه تو فايلز. حلو، واحد اسمه كرييت يوزرز فروم سي اس في دوت باور شيل، واحد اسمه لاب يوزرز. يفترض ان ده اللي هو اول واحد ده كرييت بيقرا منين؟ من الفايل الثاني، عشان كده هما الاثنين على ايه نفس الباس. طب عشان ارن باور شيل كوماند بعمل ايه؟ بعمل دوت سلاش واقول له ايه الكومنت بتاعي اللي هو كرييت كرييت يوزرز فروم سي اس في دوت باور شيل 1. اقول له انتر، هبيقول لي بعد اذنك اديني السي اس في فايل اللي هو عليه اسماء الناس. اقول له يوزرز تول اللاب يوزرز. اوكي بدا يكريت اهو. على ما اظن هم اكتر من 300 او 400، لكن دي فرصه حلوه ان انا ايه نعمل حاجه جميله. نستخدم، نفترض ان هم الناس دي عندك في الاكتف دايركتري وانت عايز تعمل لهم ميل بوكس. طيب لو بالكوماند او اسف لو بالمانجمنت كونسول هتعمل ايه؟ هتاخد فتره من الزمن. طب تعالى نبص عليهم في الاكتف دايركتري. بص اعمل بس ريفرش، عمل لك OU او السكريبت ده عمل لك OU اسمه اكتشينج يوزرز. بص الناس دي كلها كتير صح؟ طيب تخيل نفسك بقى اتطلب منك انك تعمل الناس دي حلو ميل بوكس، ودول مثلا حوالي 500 يوزر، اعمل لهم زي ميل بوكس. طبعا انا كالعاده هروح على ايه، انا راجل بحب السهل، هروح على ميل بوكس هقول له نيو ميل بوكس، انا عايز اعمل يوزر. ده ناس اوريدي موجوده اد، هقعد اختار واحد واحد واقول له اوكي نيكست وامشي كده. حلو، او ممكن اقول له اد، ممكن اختار ادوس شيفت واختار اكتر من واحد، لكن برضو مش طريقه عمليه هتاخد مني وقت. بص وهروح لايه من صفحه لصفحه and so on. طب بص دي هما فين في الاكتف دايركتري؟ في اوي اسمها اكتشينج يوزرز. اكتشينج يوزرز، بص بقى جمال المانجمنت شيل، احنا خلاص بقى عرفنا. اقول له بس كلير جيت يوزر جيت يوزر في الاو يو اللي اسمها اكتشينج يوزرز، هيجيب لي كل الناس اهو كتير. بص كم واحد، بص كتير جدا. بص بقى كومنت ده لو معاه بايب لينك اقول له ايه انيبل ميل بوكس. ده اللي انا قلت لك عليه في الاول، انك بعد لما بتعمل تبدا تنزل الاكسشينج بتعمل امر واحد حلو، وهو ده اللي يعمل ميل بوكس لكل الناس اللي عندك، وتقول له انتر كده هيعمل لك ميل بوكس لكل الناس اللي موجوده في الاسيو اللي اسمه ايه اكتشينج يوزرز. بص المانجمنت شيل جميل جدا جدا جدا.
انا بس حاولت يعني ايه اوريك حاجه لايف منها تاخد فكره عن ال بالك امبورت، ومنها نجرب ان انا اعمل ميل بوكس ل مثلا ل 1000 ل 2000 ل 4000 يوزر عندي. شوف في ثانيه بترنوا. طيب جه الطلب منك بعد كده، بص بقى طلب الى حد ما سخيف شويه اللي هو ايه؟ قال لك هم ليه انليمتد؟ مش ممكن انا اخليهم 200 ميجا؟ اقول له اه. طب دي بالجي او اي؟ يقول لك لا دي عايزه سنين لو ايه بالجي او اي. هقول له هات لي اليوزرز، هات لي الميل بوكسز اللي في الاو يو اسمها اكتشينج يوزرز، طبعا كل الناس دي معلش انا عدتها تاني، هي بس تاخد سنة وقت، هم كتير جدا، هم اكتر من 400 على ما اظن. اوكي اعمل لي ايه؟ سيت الكاس من البوكس. بص ممكن اعمل اظبط ايه؟ اي حاجه عندهم. سيت الكاس من البوكس بتاعهم. القوة لا مش عايزها شغالة. ايه تاني؟ ممكن يخشوا بالاي ماد. لا ايه تاني؟ يخشوا كنترول بانل. لا برضو معلش انا مش عايز. اكتف سينك يخشوا بالموبايل. ترو. ممكن اقول له مثلا الناس دي ثانية واحدة كده. بوب 3 enabled. بوب 3 enabled. ترو. واقول له برضو ست ميل بوكس بتاعهم ده بايب لينك تالت بروهبت سند كوتا عند كام؟ 200 ميجا. شوف انا عامل كام بايب لينك، عامل تلات اوامر في كوماند واحد. عشان دول يتعملوا بالمانجمنت كونسول يعني باذن الله على 2020 هيشتغل معاك. طبعا عشان هو بس بيرن الكوماند ده على 500 واحد ولا حاجه، فده هياخد بس تايم. لكن احنا بس ايه فهمنا القصه عامله ازاي. القصه سهله جدا، الدنيا تكاد تكون هايفه او كده. وخلص الايه الكومنت. طب انا عايز اعمل سيرش، بص انا هعمل ايه. جيت ميل بوكس للناس اللي هم في الاويو اللي اسمها، انا عايز بس ابص على ايه لا هو لسه ما عملش ايه ريفرش، حتى هو هنا ما ظهرهمش. تمام اعمل ريفرش، خد بالك ان هو بدأ يعمل ريفرش اهو، فده محتاج بس كذا مرة ريفرش بس ايه يحس بالايه 200 ميجا.
مثلا هحافظ على هيلين دي ميل بوكس فيتشر اوكي اي ماب هي ديسيبلد الاو ديسيبلد اكتف سينك انيبلد بوب 3 انيبلد ده اللي احنا عملناه اوكي الكوت لسه ما سمعتش هو بس هياخد بس وقت صغير يعني باذن الله طيب طيب انا جيت قال لك احنا الناس دي كلها جايه من شركه معينه عايزين ايه نشيلهم نلغي لهم الايه الميل بوكس بتاعهم هعمل ايه حاجات الميل بوكس للناس اللي في الاو يو اللي اسمها اكتشينج يوزرز بايبلينج هريموف الميل بوكس بتاعهم طبعا هيديني وورنينج هريموف دي يعني ايه برضو هريموف فيرب وناون وهعرف يعني ايه الفرق بين ديسيبل وايه الفرق بين ريموف احنا برضو عندنا وقت ديسيبل معناها ايه ديسيبل ان انا الغي الميل بوكس بتاعه لكن هيزال اليوزر في الاكتيف دايركتري ريموف شيل لي الميل بوكس وشيل لي ايه اليوزر من الاكتيف ايه دايركتري يس تو اول يس تو اول اوكي بكومند واحد ممكن الغي كل الميل بوكس اللي عندي او اعمل امر معين يطبق على كل الناس الدنيا سهله جدا الدنيا جميله مع الاكتشينج مانجمنت شيل بص خلص الاوردر ريفرش بص طيب هروح بص في اكتيف دايركتري راح يبقى كأني ما عملتش ايه الكومنت ولا عملت امبورت ولا حاجة والدنيا الحمد لله جميلة طيب واحنا شفنا ازاي اعمل بالك امبورت طيب عايزين نروح لحاجة سريعة حاجة اسمها الـ Exchange Control Panel وده تالت اسلوب او تالت تول ممكن اقدر اعمل منها مانجمنت للـ Exchange 2010 الـ ECB ده تالت مانجمنت تول ممكن اعمل منها مانجمنت للـ Exchange 2010 زائد الـ Exchange Management Console وزائد الـ Management Shell فده تالت اوبشن وده موجود بس في الـ Exchange 2010 فقط لا غير. اوكي؟ طب ايه فكرة الـ ECP؟ ان انا ممكن اعمل مانجمنت للـ Exchange عن طريق الـ Web Interface. يعني كأني داخل Web Based ممكن اعمل ايه؟ ادخل User Name Password واخش على طول على ايه؟ الـ ال سي اس بي واقدر اعمل مانجمنت يا اما لنفسي يا اما لاي حد تاني او اعمل اوبشن على مستوى كل الايه الاورجنايزيشن وده حصل فيها طفره كبيره في الـ في اكستشينج 10 اس بي 1 حصل فيها حبه تعديل وحبه تطوير جامد يعني اوكي وادي بالشكل العام ان انا ممكن اقدر اعمل مانجمنت ل ماي سيلف افتح ميلي او اعمل اي يعني اي اوبشن عندي او ممكن اعمل ايه لاي يوزر تاني اوكي او اعمل مانجمنت على مستوى ماي اورجانيزيشن اوبشن على مستوى ايه الشركه بتاعتي اوكي وده حابب اوبشن هنبص عليها دلوقتي طيب تعالى معايا نروح للايه مانجمنت اي سي بي كل الفكرة هفتح معلش انا هعمل مينيمايز ده ومينيمايز
الباور شيل، هقفل الحاجات دي اوكي من مينيمايز، وافتح الانترنت اكسبلورر او اي براوزر، انا هعمل له ايه؟ السيرفر ده اسمه ايه؟ EX01. هروح عامل كده بالظبط، كاتب HTTP اسم السيرفر EX01 switch ACP exchange control panel اسف هنا في داش. هيقول لي في عندك مشكله في السيرتيفيكت، هقول له اوكي كونتينيو لحد لما نحلها. هيبدا هو يفتح لي الايه الاي سي بي. يبقى خد بالك انا بكتب اسم السيرفر اللي هو عليه الكاس سيرفر، كلمه ان انا اعمل كونكت على الميل بوكس بتاعي حلو او اسلوب ويب انترفيس، مين الوحيد اللي هو ايه بيستقبلني؟ الكاس سيرفر. فهكتب اسم الكاس سيرفر وتفر هو كان كومبايند مع اي سيرفر تاني او كان لوحده على سيرفر بعينه. اوكي لاول مره بس بيبقى بطيء، تاني مره بيبقى اسرع بكتير واشتغل بسرعه. اوكي يبقى انا كل اللي عملته كتبت EX01 اسم الكاس سيرفر، بعد كده قلت له ايه اي سي بي، انا اسمي ايه، الدومين اسمه HS، انا اسمي ادمنستريتور او هيثم او وات ايفر ادمنستريتور، هقول له ساين ان كده داخل اعمل مانجمنت، مش داخل افتح الايه الميل بوكس بتاعي. طبعا الراجل اللي هو هيعمل لوجن ده لازم يبقى ايه ليه مانجمنت بيرميشن، هو بس اول مره هيبقى بطيء سنك، بعد كده باذن الله هيخش سريع جدا. هو بس ايه بيكريت بروفايل طبعا حصل تحديث كبير ما بين ال اي سي بي في الـ في الاكسشينج 2010 العادي عن الاكسشينج 2010 اللي هي باس بي 1. طبعا اللانجوج اوف اني زون تايم زون، اقول له اوكي اهو فتح لي ايه الاي سي بي، انا داخل بمين؟ بادمنستريتور، ممكن اعمل ساين اوت. هو بس بيلود اول مره بس بيبقى بطيء سنه، لكن تاني مره هتلاقي الدنيا اسرع بكتير. بص بقى انا ممكن اعمل ايه، امانج ماي سيلف، يعني امانج ايه الاكونت بتاعنا او الميل بوكس بتاعنا. بمعنى عندي اوبشنز كتير قوي، بص ثواني بس هو بيفتح ده الاكونت انفورميشن بتاعي اوكي، وده لو عايز اعمل سيرش على اي حاجه من دول، اورجنايز ميل، ممكن اعمل ايه مثلا انبوكس رولز، اعمل رول مثلا اقول فيها اي ميل جاي لي من مثلا من فلان الفلاني يحصل له ديليت، يحصل له موف، هيروح على فولدر كذا، يحصل له كذا اند سو. حلو. اوتو ريبلاي، لو انا مثلا نفترض انا في اجازه مثلا في اي حته، ممكن اعمل ايه اوتوماتيك ريبلاي،
اي ميل يجي لي انا اعمل عليه ايه؟ سند اوتو ريبلاي، حلو، من اليوم كذا اليوم كذا الساعه الفلانيه الساعه الفلانيه، قول ايه انا في اجازه، I am on vacation during ال period من كام لكام and so on. ممكن اعمل delivery report. اوكي، لما اي ميل يبعت من فلان لفلان يبعت لي deliver report. في حاجه اسمها public group وبرضه هنبص عليها وهنتكلم عليها باستفاضه، سيتنجز خاصه بيا انا. اوكي، كده بتاعتي ريجنال، الباسورد مثلا اغيرها جنرال، الفون بتاعي ابعت مثلا اي مثلا تكست، او لو انا عندي موبايل مش اكتف سينك اوكي هيبقى هنا ظاهر لي، ابلوك او اعمل اسئله لاي حد. لو انا همانج اي يوزر تاني من حقي انا عشان انا معايا ايه مانجمنت تاسك، اوكي هختار اليوزر اللي انا عايزه وهفترض ان هو هيثم شرف، اوكي هعمل له كذا واعمل له كذا، ممكن اعمل له عنده رول اعمل له كذا كذا and so on. اوكي ممكن امانج ماي اورجانيزيشن، اوكي ودي الاس بي 1 انهانسمنت، حاجات ما كانتش اوريدي عندي موجوده. حلو، ابص على الايه الميل بوكس اللي عندي، لو عندي جروبس هبص عليها اعمل لها اديت، لو عندي اكسترنال كونتاكتس اكسترنال كونتاكتس اقدر اضيفها عندي في الاكشينج، ادي رول لواحد اوكي، اعمل يوزر رول لواحد، اعمل ميل كنترول، اعمل بوليسي، دي احنا هنسميها ايه الترانسبورت رول او جورنالينج رول او دليفري ريبورت رول، الفون والفويس، اعمل اكتف سينك بوليسي، اكتف سينك اكسس. في الاخر انا ممكن اعمل اللي انا عايز في الاخر اوصل له، ان انا ممكن امانج نفسي، امانج شخص تاني، امانج الشركه بتاعتي ثرو الاكشينج مانجمنت كونسول. يبقى ممكن وانا قاعد في البيت على السرير ممكن ايه امانج الشركه بتاعتي ثرو ويب انترفيس، او لو انا قاعد مثلا يعني مثلا في اي سايبر في اي مطار في اي حاجه ممكن اعمل مانجمنت ل اما لنفسي يا اما لاي شركه عندي. وخلي بالك اي يوزر من حقه برضه، يعني لو انا عملت كده اهو قفلت وجيت فتحت ممكن اخش باي يوزر عندي، اي يوزر من حقه يخش بالايه بالكنترول بانل. هفترض ان هو هيثم، الباسورد باسورد، بص الدنيا بقت اسرع شويه، هيثم ده ممكن ايه يمانج حاجات عنده. يبقى الكنترول بانل مش بس للايه للادمنستريتورز، لا ده كمان لمين؟ لليوزرز العاديين. اوكي طيب نرجع للسلايدز، يبقى انا قدرت اعمل كفرنج ل معلش انا هرجع ورا شويه للثري ويز تو مانج اكشينج، قدرت اتعرف على الاي ام سي الاكشينج مانجمنت كونسول، الاي ام اس الاكشينج مانجمنت شيل، الاي سي بي الاكشينج كنترول بانل، ودول الثلاث طرق اللي انا اقدر اعمل بيهم مانجمنت للاكشينج بتاعي. اوكي يبقى انا كده باذن الله قدرت يعني نعمل حلقه حلوه اوكي بتتكلم على الثلاث طرق بتوع الاكشينج مانجمنت، وشكرا